السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وفي هذا الفيديو مثل ما وعدتكم ونظرا لطلب بعض المتتبعات نتاعي قالوا لي جيبي لنا مشترياتك، يعني كما نقولوا من لحوم وكما نقولوا بيضاء وحمراء لشهر رمضان الكريم. والله بنات جبت لكم مشترياتي كما نقولوا، ولكن بنات مع الاسعار كما نقولوا من لحوم حمراء وبيضاء وبيض الى اخره، جبتها لكم بنات مع الاسعار. قبل ما ندخل بنات في الموضوع، فضلا وليس امرا شجعوني بالاعجاب والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس على الكل كي يصلكم كل جديد باذن الله تعالى وتكبر لما نتاعنا. اول شيء يا بنات نبدا لكم اول شيء باللحوم الحمراء. هذه هي بنات اللحوم الحمراء، كل شهر من شهر رمضان الكريم نشري هذه كميه من اللحوم الحمراء. هذا وين البنات جابها لي زوج نتاعي. المهم بنات هذه عباره عن اللحوم الحمراء، هذه نشري رجل كما نقولوا، رجل تاع لحم هكذا تاع لحم خروف كما نقولوا، يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كما نقولوا، فيها كميه لا باس بها. تخيلوا بنات ما شاء الله هذه كميه بنات دي لي طيلة شهر رمضان الكريم، يعني أنا في الأيام المقبلة إن شاء الله بحول الله تعالى ولا عشنا غدوة بإذن الله تعالى نوري لكم طريقتي في تقطيع اللحم هذا، وكما نقولوا كيف حتى نجيب لي شهر كامل بإذن الله السميع العليم، وإلا كنا من الحيين إن شاء الله، إن شاء الله يدخل علينا رمضان كما نقولوا لا فاقدين ولا مفقودين، ويبارك لنا الله عز وجل ويتقبل منا إن شاء الله يا ربي. المهم قلت لكم بنات هذه الرجل اللي شاها لي الزوج نتاعي دائما في شهر رمضان الكريم يجيب لي رجل بهذه الطريقه، وتجيب لي الله يبارك ما شاء الله تجيب لي شهر، يعني يا بنات نستعملها فقط للشوربه كما نقولوا، شربة فريك هكذا، والله الحريره والله كل واحد كيف يسميها بنات. المهم بنات في كما نقولوا غدا ان شاء الله نجيب لكم طريقتي في تقطيعها. المهم بنات قلت لكم نجيب لكم طريقتي في تقسيمها، تشد لك بسم الله ما شاء الله تجيب لك شهر يعني كي والو، يعني تهني الزوج نتاعك من المصاريف، وفي نفس الوقت دائما تضمني بلي الشوربه تاعك تجي بنينه ومعرعره الله الله بالحم الضاني الحم الخروف الطري، واللي كيما نقولوا كيما نقولوا لي ليه يطيب لك. اول شيء يا بنات لما تحبي تشري لحم تاع الخروف ولا الضاني ولا هكذا، لازم البنات قولي للزوج نتاعك يشريه لك كيما نقولوا لحم تاع خروف، ما يجيبلكش تاع نعجه ولا يجيبلك تاع كبش، ولا لازم يكون تاع خروف ما يكونش كبير كثير كثير، وما يكونش كيما نقولوا صغير بزاف. هذا هو بنات كيما نقولوا رجل ما شاء الله عطات لي هذه الاطراف، السعر تاعها بنات 400000 هذه الرجل ما شاء الله، يعني ما فيهاش الدهون بنات. شوفوا الشحمه كيما نقولوا ما فيهاش بزاف، ركزي على الزوج نتاعك قول له ما تجيبليش فيها الشحمه كثير، لانه بنات الا كانت الشحمه كثير راح تكون الشوربه نتاعك معمره يدام وتكون مدسمه، وراح كيما نقولوا تولي لك على الشوربه نتاعك وتصمتها لك، وخصوصا مثل ما نعرفوا الدهون هكذا ما فيهاش عند كيما نقولوا فيها اضرار كثيره. ركزي على الزوج نتاعك على هذه النقطه، قول له ما تجيبليش جيبها لي لحم تاع خروف وما يكونش فيه كيما نقولوا شحمه كثير، نضمن لك بنات طيبيها بدون ضاغطه تاع هواء كيما نقولوا، طيبيها في قدر عادي تاع الفخار الله الله، وتجي الشوربه نتاعك ما شاء الله، والزوج نتاعك دائما يمدح لك الشوربه نتاعك، وكيما نقولوا ما ياكلهاش كيما نقولوا ما يقدرش يستغنى عليها طيلة شهر رمضان الكريم. المهم قلت لكم البنات هذه رجل جاتني ب 400000 جات الزوج نتاعي، وهذه يا بنات شري ثاني ايضا الزوج نتاعي دجاجه ولا جاجه ولا كل واحد كيسميها، هذه يا بنات ب 80000 ثاني. راح نولي لكم طريقتي في تقطيعها، تجيب لي ما شاء الله تجيب لي 15 يوم تجيب لي، فهمتوني بنات ركزوا معايا فقط البنات، الفيديو مقبل الى بحول الله عز وجل غدوه ان شاء الله نعمل لكم فيديو على طريقتي في تقطيع هذه كميه من اللحوم، ونجيب بها اللحم اللحوم الحمراء نجيب بها شهر كامل للشوربه نتاعي، ولا مرقه زيتون والله كما نقولوا المرقه الحمراء، وكما نعرفوا حنا المرقه البيضاء تجيب بالدجاج الابيض، يعني تجي بنينه باللحوم البيضاء. ثاني تجيب لي هذه 15 يوم بنات، راهي هذه كميه دير 80000، وهذا بنات ثاني جاب لي البيض هذا يدير كيما نقولوا 35000 بنات، وهذا يجيب لي ثاني ان شاء الله الى حب الله 15 يوم 21 يوم باذن الله تعالى. مهم بنات ما تنساوش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش نوريكم في الفيديو المقبل بحول الله عز وجل طريقتي في تقطيع هذا اللحم تاعي،
وكيف نجيب به مدة شهر كامل. وثانية بنات راني درت وجدت فيديو بحول الله عز وجل على طريقتي في تجميد المواد الغذائية، عملت تفريزات، فيديو كامل على التفريزات، كيف اقطع كما نقولوا اي حاجة كيف نجمدها، خصوصا مثل ما قلت لكم البنات بصفتي طالبة ماستر كما نقولوا، اكيد مع رانا مع الامتحانات جاوني مع لي كونترول كما نقولوا، الامتحانات جاوني مع رمضان يعني، وعندي ابنتي تقرأ لازم نقريها بحول الله عز وجل، ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدر جميع الامهات، لازم لي ندير هذه التدابير ولازم ننظم وقتي باش كيما نقولوا باذن الله ربي يوفقنا ان شاء الله ونكمل مشواري الجامعي باذن الله تعالى. قول لكم البنات ما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس على الكل والاعجاب، وانتظروني في الفيديو المقبل بحول الله عز وجل طريقتي في تقسيم هذه اللحوم كيفاه تجيب لي مدة شهر بإذن الله تعالى. كما قولوا 500,000 من اللحوم تجيبي بها شهر بإذن الله تعالى مع واحدة تدبيرة بسيطة جدا. مهم في هذا الفيديو بنات أعطيتكم طريقتي في اختيار اللحم كما قولوا اللحوم الحمراء باش تكون نوعيتها جيدة. والدجاج ثاني نصحكم البنات ما تشيوش واحدة كبيرة، شيوها غير قيس قيس بهمام كما قولوا الدجاج ولا اللحوم البيضاء، على قد ما كانت كبيرة على قد ما تروح البنة نتاعها، شوها متوسطة ما هي صغيرة خلاص تكون مضرة، وتكون هذيك الدجاجة هذيك باينة بلي راها عندها مرض اللي خلاها انها ما تنمو جيدا، وما تشريوش هذيك الضخمة اللي تلقاو اللحم تاعها يابس والله مش بنين هكذا. واللحم عفوا البيض البيض عفوا ننصحكم انكم تشريو هكذا بلاطو ولا واحد هكذا بالجملة يجيكم اقل في السعر نتاعو. مهم البنات ما نطولش عليكم ونقول لكم انتظروني في الفيديو المقبل، لرمضان كريم الله اكرم، دمتم في رعاية الله وحفظه.